اما نحن كمان حنضل بموضوع اليوم، الاطفال هيك لهم حصه منيحه ضمن فقرات صباحنا للغير لليوم. كنا عم نحكي عن حريه الحوار وكيف نحن اليوم قادرين نتحاور مع هذا الطفل لنوصل لنتيجه حلوه. يا نرمين، صحيح، كنا عم نحكي عن حوار الطفل، ولكن لنوفر هذا الحوار كمان في شروط معينه لازم يكون فيها الطفل لحتى هيك يكون مثل ما بيقول بحاله سويه او طبيعيه. تمام، خلينا كمان نكمل اليوم بالمجال الطفولي ونروح لنحكي عن الحرمان البيئي. هذا له كثير من التفرعات اليوم، مو بس بيشمل الموبايل. هاليوم من خلال ضيفتنا رح نعرف اكثر شو هو الحرمان البيئي، واليوم الاهل كيف قادرين يحطوا حدود كرمال ابنهم ما يفوت بموضوع هذا الحرمان وما يفوت بموضوع العزلة الاجتماعي. ضيفتنا لليوم الاخصائية صعوبات التعلم ميسم الحصرية. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي وصباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني عم نحكي عن مصطلح الحرمان البيئي، شو بنقصد فيه؟ الحرمان البيئي هو بياخد أكثر من مكان، خلينا نكون عم نشرحه بطريقة مبسطة. الحرمان البيئي مو بس إنه نحن ما منطلع، ما منفوت، ما منروح مشوار، أبداً. الحرمان البيئي بيشمل حتى أحياناً عدم تواصل الأم، أو عدم خلينا نقول إنه ما بتحكي الأم مع طفلها حتى بقلب البيت. الحرمان البيئي هو إنه نحن عايشين بمكان نوعا ما لحالنا، ما عم نقدر نكون في تواصل، سواء تواصل لفظي أو تواصل اجتماعي أو تواصل نفسي بيننا وبين الأشخاص. فاللي منلاحظه بمكان أو بآخر هو إنه هذا الطفل صار يلجأ لأنه يعمل لحاله حياة مختلفة. فالحرمان البيئي إذا أجينا بدنا نشرحه، فهو بمكان من الأماكن ممكن يكون عدم اندماج هذا الطفل أو عدم تواجده بين فئات من محيطه. ممكن يكون بمكان آخر هو عدم وجود الحوار داخل المنزل أو التواصل داخل المنزل. كتير ممكن يكون إدمان الموبايل، ممكن يكون منه إدمان الشاشات يعني، وكتير بيكون تأخر اللعب مع الأطفال، فبيلجأ للعب خلينا نقول الإيهامي أو التخيلي، وبيطلع من البيئة الاجتماعية اللي بتناسبه. طيب خلينا نحكي، حكينا هيك شوية معلومات. اليوم الآثار السلبية كتير كبيرة، واليوم نحن يعني خلينا أعطيكي مثال واقعي. المبارح يعني لعبت، خلينا على مستوى الببجي، اليوم الطفل تحول لحدا عدواني جدا، يعني بيحكي بلغتهم، بيعيش طقوسهم. هاي اللعبة اللي كتير بسيطة والكتير موجودة نحن بمخيلتنا بسيطة، ولكن هي عالم من العنف، وعالم خلينا نقول يعني ولو كان المصطلح شوي كبير، صحيح، إرهاب نظامي. يعني اليوم صحيح، كل حدا دخل لعبة الببجي قدي أثارها سلبية على هذا الطفل، وقدي كان في حالات انتحار وأسباب نفسية كتير صعبة عند الطفل. خلينا نحكي بشكل عام عن الآثار السلبية. الآثار السلبية بتجي بأكثر من مكان مثل ما أنت ذكرتي. مو بس إنه هذا الطفل بصير بيحكي بلغتهم، مو بس إنه هذا الطفل بصير منعزل عن عيلته، مو بس هذا الطفل. لا ننسى إنه نحن عطول في عنا ثالوث للاكتساب، اللي هو بيبدأ من التواصل البصري، التواصل الاجتماعي، والتواصل اللفظي. فنحن منلاحظ إنه عطول في عنا ناحية من هدول النواحي مختفية، معناتها نحن في عنا مكان من الأماكن عم بيصير في نقص اكتساب أو عم بيروح منه الاكتساب. خلينا نقول أحد الآثار اللي عم بيصير عنا هذا عند هذا الطفل هو التأخر الكلامي. خلينا نبلش من الأبسط، يعني التأخر الكلامي عم بيكون طبيعي، لأنه نحن مثل ما بنتذكر نحن وصغار بنقعد ضمن بيئة بيت جدنا مع بيت عمتنا مع الأولاد، بنلعب لعبة بيت وبيوت، فبيكون في عنا اشتقنا لهي الأجواء عن جد، لأنه هي صار فيها انعدام. يعني حتى هلأ منلاحظ أنه لما طفلين عم يلعبوا مع بعض ما عم يعرفوا يتواصلوا اجتماعيا. يعني مثلا صرنا بدنا نعلم ابننا يقول كلمة تفضلي للضيف اللي جاي لعنده، مع العلم انه هي كانت نحن مكتسبة، لان كانت عن طريق التقليد، كانت عن طريق المشاركة، كانت عن طريق المحاكاة وقت نحن نحاول نقلد اهلنا. زائد انه نحن عم يتأخر عنا شيء او عم بيصير في عنا شيء اسمه نقص اكتساب. نقص الاكتساب ما نبيئي، نقص الاكتساب منلاحظ انه هذا الطفل طبيعي باكتسابه، طبيعي بنطقه، طبيعي بالنواحي النفسية، ما عنده مشاكل نفسية، ولكن عم بيكون في عنده تأخر اجتماعي، ما عم يعرف ينخرط بالمجتمع بطريقة طبيعية.
زائد انه نحن على طول بنتذكر وعلى طول بقول يا جماعه هذا الموضوع مانو انه نحن ندمن شاشه، نبعد عن اهلنا. نحن في كثير بامورنا، مو بس النطق، مو بس الكلام، مو بس الحاله الاجتماعيه عم تنعدم عنا، احيانا عم بصير في عنا لغط بالمشاعر، او خلينا نقول باعطاء الايماءات، باعطاء شكل الوجه اللي هو مناسب للمناسبه، سواء كانت حزن او فرح، فعم بيكون نقص اكتساب كامل بصراحه بكل العوامل. هذا الانفتاح التكنولوجي يلي دائما نحكي عنه مداره، وقت كنا صغار كلنا بنتذكر فتره الاطفال هي محدده اصلا بساعه على التلفزيون، كنا ننطر انه تاخر بالمدرسه ما يروح مني اول فيلم من الكرتون. هلا نحن للامانه بلشنا بعمليه تقنين التلفزيون عن طريق تقنين صار في الموبايل والنت. فالفكره اللي بدي احكي انه كان في وقت كثير متاح بعدين انه نحن لنتفاعل، لننزل نلعب، لحتى يعني حتى مع اخواتنا. هذا الوقت هلا صار ما انه متاح، يعني كلياتنا صرنا بنشوف ببساطه طفل عمره سنه يمكن حاطين له بس هيك شاشه قدامه هو ساكت عليها، تمام. طب هذا الطفل اللي عودناه من وهو صغير عمره سنه انه هي الشاشه موجوده حتى ادمن عليها، يعني صار بيضوج، يمكن صارت الوسيله الالهاء الوحيده. كيف ممكن نحن اذا في اهالي كثير تورطوا بهي القصه، كيف نحن شوي شوي نقدر نخلص اطفالنا من هي الحاله انه نحن ساعات طويله قدام الشاشه؟ هلا انا كثير بحب اكون واقعيه بهذا الموضوع، لنخلص طفلنا من انه هو يأدمن او من ادمان الموبايل، فنحن لازم نتخلص منه قبل. يعني الموبايل على طول انا بذكر هو صارت وسيله اتصال، وسيله حياه، وسيله دراسه، وسيله احيانا تواصل اجتماعي. يعني اذا بنلاحظ حتى حالات الافراح والاتراح صرنا نحن عم نحاول انه نقوم بواجباتنا الاجتماعيه عن طريق الموبايل، هذا الشيء ما فينا ننكره. ونحن الشيء الثاني اللي انا على طول بذكر حالي فيه كأم، بذكر الاهالي على طول فيه، انه نحن في عنا عمليه التعلم عن طريق التقليد والمحاكاه، يعني عن طريق تقليد الام او تقليد الاب. فاني انا امنع طفلي من انه يمسك الموبايل او اعطيه لعبه، سواء كانت لعبه تعليميه او اعطيه لعبه خلينا نقول ابداعيه او الى اخره او تخيليه، وانا قاعده قدام ابني كامشه الموبايل وعم بلعب بالموبايل او عم حاول اتواصل مع حدا بالموبايل، فمعناتها انا ما عم بقدر اعمل شيء. على طول بدي بلش بنفسي، بدي اخلق لحالي بالدرجه الاولى وقت لحتى اقعد مع هذا الطفل، اسرد انا وياه قصه، ممكن اساله شو عملت اليوم، ممكن حاول اني غير ديكور غرفته انا وياه، تعال نعمل شيء، نحاول دخل بنتي على المطبخ لاطبخ انا وياها. كثير بنلاحظ انه في تفاوت، يمكن بالجيل اللي قبل او نحن جيلنا، انا بتذكر اني تعلمت اطبخ بعمر كثير صغير. انا اليوم بلاحظ انه نحن في عنا الصبايا هلا اللي بلشوا يطلعوا. كنت مشاكسه معناتها، كانت الوالده عم تحاول تلهيكي على المطبخ شوي؟ دائما. ما زلت على طول المشاكسه بتكون مطلوبه ايجابيه احيانا، يعني خلينا نقول 90% هي ايجابيه، لانه بتعلمنا شغلات جداد. لهيك بنشوف الولد اللي شوي مشاغب على طول بيتسم بالذكاء، والسبب انه هو بيكتشف الاشياء بنفسه. فنوع خلينا نقول دائما بدنا نركز على شيء، التقليد والمحاكاة، يا ماما التقليد والمحاكاة يا بابا كثير عم بيأثر على طفلنا، زائد انه نحن ابتعدنا عن الحوار يعني بسبب مشاغل الحياة. كمان ما فينا نحن نحط كل اللوم على الأهل، مشاغل الحياة، تغير الروتين اليومي للأم للأب، انشغالنا بأمور، يعني تلاقينا مثلا الواحد مننا بس اجت الكهرباء بس بده يقوم يلحق، فالوسيلة الوحيدة اللي بده يلهي فيها طفله انه يحطه قدام التي في او يعطيه الموبايل لحتى يتسلى فيه. فنحاول نحن نخلق حوار، نحاول نطلب من طفلنا انه تعا انا وياك نحكي اليوم شو عملنا من وقت اللي فتنا، من وقت اللي فتنا على البيت مثلا لوقت اللي بدنا ننام، من وقت اللي فقنا من النوم لوقت اللي بدنا ننام. فنحن عم نعلم الطفل الحوار، عم نعلم الطفل انه هو يسلسل المهام اليومية، زائد انه عم نخليه يتعلم انه هو يقيم او يكون في عنده موجه ذاتي اذا انا قصرت اليوم بشيء من الشغلات اللي لازم اعملها. فعطول بقول التقليد والمحاكاة، الحوار،
ودائما التواصل حتى لو كان عن طريق ايماء، ولو الطفل بيعمل اي شيء حين بنلاحظ اطفالنا بمجرد انا فتت على البيت عملت لهم هيك فهن تشجعوا ليقوموا بشيء معين. نظره الام اختلفت كمان، تتذكري نظره كنا بنشوف على الفيس انه في نظره للام نحن كنا متعودين عليها وقت بتكوني ضمن مجتمع وبتعطيكي هي النظره كنا نفهمها، اليوم اذا بتطلعي فيه مره وتنتين وثلاث بيضحكوا بيفضحك قدام الناس انه ليش عم تطلعي فيني بهي الطريقه. ميسم اليوم نحن قد ايه اليوم نحن عم نعاني من هذا الحرمان البيئي، يعني نحن كمان نحن مشكله كمان، يعني هذا الانعزال ان كان بسبب خلينا نقول الشغل، اوكي عندنا شغل وعندنا ضغوط، عندنا ضغوط حياه، عندنا حرب بعدت الاهالي عن بعضها تمام. يعني هلا كنا نحن بنلاحظ انه بيت العيله الكبير هلا بالاعياد ما في، يعني يا دوب تلاقي حدا مجتمع مع حدا ضمن بيت العيلة، فهدول كمان الشغلات أثرت على نفسية الأهل تماماً. وبالتالي صار انعكاس عند الطفل. اليوم حكيت هيك كم قصة نقدر من خلالهم نشغل الطفل. طب أنا اليوم إذا حبيت وجه طفلي خارج المنزل شو ممكن أعمل؟ هلأ خارج المنزل عطول أنا بدي حاول مثلاً أني أشتغل معه على موضوع الأصدقاء. يعني بدي أنا أخذ البنت أو الصبي معي أكثر من مرة زيارة لعلمهم الآداب الاجتماعية، على الأقل آداب الكلام. التوجيه لحاله ما بيعطينا هي البيئة أو ما بيعطينا هي الأرضية اللي فيني أشرح فيها كل شيء. في شيء اسمه خبرة، حتى لما أنا بتخرج أكاديميا من جامعة معينة وما بطبق الشيء اللي عملته على أرض الواقع فمعناتها أنا ما عملت شيء. فأنا على طول بدي أشتغل على أني أعكس أي شيء عم بشتغله عن طريق الأرضية، عن طريق الواقع، عن طريق أني أنا أطلع معه هالمشوار. جرب تماماً. كثير أنا في فكرة بتخطر عبالي وبقول له ألف قصة اليوم أنه إذا نحن رحنا على الحديقة وما لقينا رفقات شو ممكن نعمل؟ رح نلاحظ أنه هذا الطفل فعلاً بلش يتخيل الموضوع، فأنا رجعت له اللعب الإيهامي تماماً مثل وقت كنا نحن وصغار نوقف على المكنسة ونتخيل حالنا عم نطير تماماً مثل وقت كنا نكمش غطى الطنجرة بإيدنا ونتخيل أنه عم نسوق سيارة. هاي الشغلات بتبين انه هي شغلات صغيرة بس هي شغلات كتير بتودينا لبعدين بانه يصير في عنا هي القوة بالابتكار، هي القوة بالابداع، نعكس الواقع. هذا التخيل مانو سهل، فانا بقول خارجيا خلينا نعتمد على التخيل، خارجيا خلينا نعتمد على السرد انه هو يسرد شو عم بيشوف قدامه، زائد انه ممكن نحنا نخلق شغلة كتير حلوة انه نحاول نعلم الطفل انه يبادر بالتعرف، يبادر ببناء علاقات اجتماعية. كتير منلاحظ انه نحنا كنا ممكن نحكي مع قطة، نحكي مع عصفور، فنتذكر نحنا هاي الايام نقول يا الله معقول هاي الايام ترجع نحنا صار في عنا فقر، فقر مو مادي، فقر بالعلاقات الاجتماعية تماماً. يعني وين الجيران اللي بيعدوا قدام الباب بالحارة وولادهم بيلعبوا مع بعض، بيتعلموا ويخلقوا أحاديث. تغيرت حياتنا وتغيرت ظروفنا ومثل ما بيقولوا يعني كل زمان وإله وقته، ولكن حلو نحافظ على هي الصيغة التفاعلية. اليوم نحن بالنهاية يعني الإنسان هو اجتماعي بطبعه، يعني وأي انعزال عن هي البيئة والمجتمع حيكون له أكيد نتائج سلبية. ما عدا إنه عطول بدنا نتذكر إنه نحن حتى أكلنا تغير، كل شيء بيتبع بعضه. يعني هلا الهرمون هو عم بيغير بالحالات المزاجيه، الحالات المزاجيه ممكن تعمل اكتئاب او عدوانيه، الاكتئاب او العدوانيه ممكن يؤدوا انه هذا الطفل لازم يقعد لحاله. يعني نحن بدنا نعرف انه كل شيء تغير. بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا اختصاصيه صعوبات التعلم ميسم الحصريه على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا كثير لصباحكم.